أعزائنا المتابعين، أهلا وسهلا فيكم في تحديثنا اليومي للأسواق المالية للجلسة الأمريكية لليوم الاثنين. الأسواق المالية منتعشة وأسواق الأسهم عم ترتفع. بدأت في ارتفاعات الأسهم الآسيوية تبعتها العديد من مؤشرات الأسهم الأوروبية، وعم نشوف عقود مؤشرات الأسهم الأمريكية عم ترتفع، وداو جونز عم بيتداول أعلى من 31,600 نقطة. وكيف ما بدها ترتفع أسواق الأسهم بعد ما شفنا إقرار دول مجموعة السبع على خطة للبنية التحتية قيمتها 600 مليار دولار أمريكي موجهة للبنية التحتية التجارية في العالم، ممكن تكون خلال السنوات الخمس المقبلة. هذا أدى لارتفاع الثقة في الأسواق المالية، ورغم توقعات أن الاقتصاد العالمي يتباطأ بشدة، ورغم توقعات أيضا ركود الاقتصاد الأمريكي، لكن في نفس الوقت المتداولين حاليا عم بيشعروا بالتفاؤل هم، وعم بيشوفوا البنوك المركزية واللي منها الفيدرالي الأمريكي عم يتوجهوا لرفع الفائدة في محاولات لخفض معدلات التضخم اللي وصلت أعلى مستوياتها من 4 عقود من الزمن. خلينا الآن ننظر إلى مؤشر داو جونز بحسب وجهة التحليل الفني، ونشوف كيف التوقعات المستقبلية لأسعار المؤشر فنيا. بالنظر على الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز الأمريكي بعقود US 30 رول، عم نشوف استقرار أعلى من المتوسط المتحرك قصير الأمد، وفي عندي أيضا إشارات إيجابية على المؤشرات الفنية. هذا كله بيعني في احتمالية أنه يستمر مؤشر داو جونز في محاولات الارتفاع طالما استقر اليوم أعلى من 31,300 نقطة. ما لازم ننسى أنه حتى هاي اللحظة ما زال مؤشر داو جونز ضمن نطاق اتجاه هابط، لكن اللي بنتكلم عنه حاليا هو تصحيح صاعد. وأيضا على الرسم البياني فاصل 4 ساعات في عندي إشارة إيجابية على المتوسطات المتحركة بترجح أنه يستمر الاتجاه الصاعد، لكن مرة أخرى بثبات التداول أعلى من 31,300 نقطة من الأعلى. مستوى الحاجز النفسي 32,000 نقطة ممكن يكون أول مقاومة مهمة أمام مؤشر داو جونز. في الختام بحب أشير إلى أنه إحنا اليوم في انتظار بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة ممكن يكون لها تأثير على الأسواق المالية، تتمثل في أوامر الطلبات للسلع المعمرة، وكمان في عنا مبيعات المنازل المعلقة، وهي البيانات ممكن توضح لنا أكثر وضع الاقتصاد الأمريكي بعد رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة الماضية.